الراتب بتاع مثلا شركه الاهرام للاعلام. الناس دول بيقبضوا نتيجه ايه؟ نتيجه ان هم بيبيعوا فبياخدوا بونص زي اي شركه خاصه. فما ينفعش اقول لا انت سقفك كذا فهيجي عند كذا ويقول لك خلاص انا اشتغل تاني ليه؟ زي غيري بالظبط، يبقى زي غيري. لا، في حاجات اللي هو الحاجات الاداريه دي معروفه. يعني مثلا ايه؟ ما نيجي نتكلم مثلا في في في, في مدير بنك ولا لا اكل انا بعد كل ده ارجع. طب بس خد بالك من هناك هنا بتفطر بيه. انا اذا كنت ما بشربش عصير. يعني مثلا لما نيجي نتكلم في ان مثلا موظف بنك بيقبض 250,000 ده شيء مستفز. ده مستفز جدا يا ابني والله العظيم. طبعا في حين ان انت مثلا تلاقي واحد بياخد، وفي ناس بتاخد 300,000 ولا، وخد بقى الاحسن من كده في نفس المكان ده، في نفس البنك بتلاقي مثلا الراجل على غلبان ومثلا شغال فراش ولا حاجه بيقبض له مثلا 250 جنيه في نفس المكان. نقطة اللي مش شغالين خالص دي اللي متعلمة تعليم عالي ومشتغلتش دي ما يستناش الحكومة بقى. ما هو كده كده انت مش هتستنى الحكومة. مفيش حد هيستنى الحكومة. بس هقول لك تعليم عالي لا حقيرة، لا جميل حقيرة، لا 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 مفيش شغلة حقيرة على فكرة. أي عمل شريف مفيش حاجة اسمها شغلة حقيرة. مفيش شغلانة حقيرة ولا أنتوا مش معايا. العمل الشريف كله يعني مفيهوش أي حقارة. تحس ان هي شغلانه حقيره. لما تحس ان هي شغلانه حقيره مش ماشيه مع مؤهلاتي. ليه محتاجه؟ انا مش مؤهلات اهم حاجه ان هو بيحترم نفسه. قول المهم ان يحترمك، ان يحترمك وتقدرك. انت مواطن مشكله عندها، كان معاك الشهاده ولا مش معاك بره عشان ترجع قدامك 50 سنه. على فكره ايه رايكم في شعار في ناس كتير عدل وعداله واعتدال؟ هم نفذوا الشعار الاولاني تغيير حرية عدالة اجتماعية، ما نحط لهم شعار تاني. هم نفذوا ده؟ لا عدل عدالة اعتدال، لان الاعتدال حلو قوي. السقف برضو ما يبقى مش عارفة. يعني انا مش عايزة اقول ان احنا يعني بنضيق على الناس 15,000 دخل في الشهر بالراتب بكله، بس يعني انا بقول كده يعني لما هيبقى 10 هتلاقي الناس كلها تقيس. يعني مش متهيألي، انا مش عايزة اتنى على الناس برضو، ويبقى الاقل ده 1000 اقل حد بلاش هيتغير ان شاء الله، هيتغير المستقبل. خليكم عندكم امل، ابشروا وامل. لا 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 ده حاجات كتير قوي سبب الثوره. مش البطاله بس، ده البطاله في اشياء. عندي 4 بنات، 2 متجوزين ومشغلين. طب خلاص ده بس. واللي مش لاقي شغل وشغالين، واحده شغاله في التلفزيون شغالين في التلفزيون شغاله في التلفزيون. على فكره والله العظيم 3 ملل اللي شغلتهم، اقسم بعز الجلال لله ملل اللي شغلتهم. اكيد مش حضرتك اللي شغلتيهم، الدنيا بتمشي. بس انا عايز اقول لك على حاجه، واحده فيهم كانت مذيعه وهي عندها 8 سنين وفضلت مذيعه لغايه ما خلصت الكليه. يعني فضلت مذيعه في التلفزيون لغايه ما خلصت. فدي يعني ربنا يعني يسهل لها. دي الثانيه مش انا اللي شغلتها، اقسم بعز الجلال. انا عندي واحده فيهم نفسي شغاله مش عارفه اشغلها انا بقى كشخصيه، انما هو ربنا اللي يعني هم اللي جهزوا مع نفسهم واشتغلوا، انما انا ما شغلتهم بامانه ربنا. والثالثه مذيعه بس خاصه في قضيه خاصه. يعني انا عجوزه يعني عندي حفيدتين وكبيره في السن. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. فاللي هو عايز اقول لحضرتك واللي هو مش شغال يعني انت كل عشان تعرف تتكلم. انت مواطن، انت مدرب بس كمان؟ شفت مدرب بس يعني مش باين عليه باين. يا رب تبقى منتصر على طول، يا منتصر ويجعل لك. لا شفتي حيلك، ما ينفعش الكلام صدقني. بس ربنا هيسهلها والله. كفايه اضراب لحسن انت مش مستحمله، اصل في ناس بتستحمله. المخ ده ممكن يبدا يتاثر بالاضراب. هو المضر عن الطعام بيبقى ليه اهداف، فما بيعرفش يفكها الا لما بتحقق هذه الاهداف. لازم السيد عصام شرف يشوف المضربين ويجي يشوفهم ويشوف مطالبهم والصحه تيجي تعيش. وزير الصحه جاي على فكره. ما شاء الله. لا 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 هي بلاش عند، مش عايز الشباب يبقى عنيد. عنيد في حق ماشي، انما عنيد على غير حق بلاش. وزير الصحه كويس، لكن الفساد كله عارف ان في المستشفيات وفي الوزاره نفسها. هيثم انت متخيل ان كل الفساد في لحظه هيروح؟ لا لا لا، بس قول لي انا هعمل كذا 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 عشان الدنيا دي تروح.
لازم يديكوا بس تحديد زمني وقت زمني. يديكوا زمن لازم يحددوا، لازم يقول في نطاق كذا في حدود شهر شهرين هنخلص المواضيع دي ان شاء الله باذن الله. لازم يقولوا كده، لازم يقولوا يحددوا، لازم التحديد علشان يبقى فيها يعني الناس. ولو ما وفوش بقى بالميعاد اللي ادوه يبقى هم بقى ايه على نفسها جنت مراكش. ربنا يخليك وانا سعيده بيك. لا ما انت لازم، احنا بقى منتظرين الكاميرات تيجي تنقل الواقع الشباب. انا ما اروح اروح لرئيس القناه عندي اقول له انا استنى. اول امبارح قلت له انزل بالكاميرا، قال لي ده بيكسروا الكاميرات ومش عارف. قلت له سكت، احترمت الراجل يعني كلام الراجل، وهو راجل محترم احترمت كلامه وخلاص. بس اصريت بقى بيني وبين نفسي ان اجي بنفسي الميدان واشوف هل فعلا الناس المحترمه الشباب النظيف الطاهر الخير اللي ربنا حافظه هيكسر الكاميرا. حتى كان عندي يقين، قلت له طب انا هنزل بالكاميرا ومش هيكسروها. قلت له كده والله، قلت له انا واثقه ان انا هنزل بالكاميرا ومش هيكسروها. خاف هو على المعده، هو من حقه لان دي معدات هو المسؤول عنها. واتنقل له الصوره دي بالشكل ده. بس انا سعيده قول بقى ان دي مواطنه مصريه جايه. انا مواطنه مصريه واسمي علا عبد الله. وجهه نظر حضرتك عشان الناس اللي بره، جيت شفت بعينيك ايه اللي بيحصل في البنك التحرير؟ ينزل يشوف نفسه. معلش انا هو مش دور ان هو ينزل يشوف نفسه. انا كمعده، انا كمعده برامج، انا اللي دور. معلش بلاش تستفزني على الاخرين، سيبك من استفزاز الاخر على الاخر. بلاش استفزازك ايه وائل، بلاش استفزازنا على بعض. معلش ليه عذر؟ مش احنا نقعد في المكتب وانا مسلم